جميعا وحصولنا على الأجر الساعه 3:01 بناء على ما تم من اجراءات وتطبيق النماذج اللي هي حطناها علشان كده الدول اللي في المعامل ما يزعلوش لما نقول لهم ايه؟ ما تعملش الاختبار ما تبداش الاختبار الا لما يبقى النموذج موجود والبروسيجر بتاعتك موجود. ده هو صح بتحس انك انت متكتف، لكن لا ده هو انت بتمشي طبقا لقواعد علشان يبقى انت في عداله وفي حياديه في الاجراء وموثوقيه بالنتائج. كل ده كان اسم ويدي للقائم بالاختبار اسم افضل. يعني عاوزين دايما نبقى يعني متابعين هذه القواعد بدقه وما ننساش خدمه العميل. يعني العميل رقم واحد. لابد انك تقابله كويس، تحترمه، تتعامل معاه بمنتهى الشياكه والرباقه، تحييه وتضيفه عندك في المركز، مفيش عندنا مشكله، واحنا يمكن جبنا الفولدير وبعدين حطينا يعني الحاجات اللي هي يعني شاي ونستقيم وكده، برضه ده عشان هيلد يور سيلف، وده مش احنا اللي بنخترعه، ده موجود في معظم الاماكن اللي هي الانترناشونال. يعني ده واجب ضيافه علينا يجب ان احنا نقدمه للعميل. ولما تدي وعد لابد ان توفيه. يعني ما نقولش ان احنا تيجي بكره تاخد تقرير ويجي الراجل يقعد والساعه 2:30 3 الناس تركب العربيه وتمشي. لا لابد ان احنا نوفي بالوعد. ويمكن كذا مره احنا بنتاخر بعد الساعه 3 علشان واحد هيكتب تقرير او معلومه حقيقيه عشان يخلص التقرير، ما عندناش مشكله. احنا نتحمل في سبيل ان العميل يمشي من عندنا راضي. يرجع مرجوعنا، قلنا احنا حققنا الانجازات والحاجات اللي احنا كنا نتمناها. ووعدتكم ان شاء الله هيبقى في نسبه من الارباح للعاملين. الكلام ده كان في 2017 وكنا بنحقق خسائر في هذا الوقت. يعني ما كانش مرتباتنا المركز ما بيغطيهاش. تاني سنه رفعنا الايجارات وما زال المركز ما كانش بيغطي المصروفات. الايجارات ما كانش بيغطي المصروفات. اللي بعدها تقريبا فرقت على 2 مليون ونكون غطي المصروفات. السنه اللي فاتت اللي هي 19/20 بفضل الله حققنا 17.1 مليون جنيه ايرادات. ده غطى المصروفات واعتقد هيبقى في هامش ربح والزملاء في معانا في الشؤون الماليه هنا وبينسقوا مع الناس في القبضه علشان يشوف هامش الربح اللي اتحقق قد ايه. وان شاء الله قبل ما امشي من هنا في ديسمبر باذن الله تعالى نكون نازل هدف برضه ايه متحقق ويبقى في كده انا ايه زي ما وعدتكم في 2017 اكون قد اوفيت واحد من ناحيه الانجاز ومن ناحيه العائد الربحي بتاعك. ان شاء الله ان شاء الله 17/25 فضل جه الاسسمنت. الناس اللي هم بتوع التقييم جم عندنا المركز وقيموا الاجراءات وقيموا الاختبارات على كام 66 اللي احنا كان عندنا اختباراته ومجهود مشكور لكل الزملاء. Thank you.